مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. خلونا نبدأ مع خبرنا الأول، الحمرة الطويلة الورق والحمرة الطويلة اللايت والحمرة القصيرة الكرتون والشام الطويلة والقصيرة وإبلة. هدول أنواع من الطبوخ أو الدخان محلية الصنع بسوريا، واللي صار عليها ما صار خلال السنوات الماضية من نقص بعدد السجائر بداخل العلبة أحياناً لحالات السجائر الفارغة من التبغ بأحيان تانية، وصولاً لحالات انقطاعها من السوق، وأخيراً رفع أسعارها حسب ما أفادت مؤسسة التبغ بمناطق ما يسمى نظام أسد. الزيادة إجت بعد يوم واحد من الزيادة على أسعار البنزين وأمور ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية، يلي وصل لحد الآن ل 612 ليرة سورية. بالعودة لرفع أسعار الدخان، والزيادة كانت بسيطة بمقدار 5 ليرات سورية تقريباً على كل علبة سجائر، إلا أن أتاحت الفرصة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على هالحالة، يلي كتير من يعني كتير منه نتوقع أن بداية لزيادات تانية وبمقدار أكبر. باعتبار غلاء الأسعار بشكل شبه يومي هو يكاد أن يكون الثابت الوحيد مناطق ما يسمى نظام أسد. خلونا نشوف بعض من التعليقات اللي إجت على هذا الموضوع واللي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير، وكيف كانت آرائهم حول هالموضوع وهارتفاع الأسعار. أبي علق على الموضوع وقال: يا سلام، بلشوا برفع أسعار الدخان، معناها كم شهر بيصير على البطاقة الذكية. مؤخرا كان البنزين على البطاقة الذكية. أما عبودي فقال أيضا: مشان الله حاسبونا عن النفس وخلصونا بقى، مشان ما نضل نفكر فيها، لأنه ما ضل غير هالموضوع ما عم بتحاسبونا عليه. أما خلينا أيضا نشوف بعض التعليقات. أيضا محمد النجار سلمان، أيضا سلمان حسن علق وقال: يعني إن رفعتوا سعره ولا لا، وإن ما رفعتوا كمان خلوني لكم معلومة، ما حدا عم يدخن دخان وطني، فارفعوا قد ما بدكم. هاد برأيه ما عم يدخن دخان وطني، فمو فارقة معه رفع الأسعار ولا لا. أما محمد النجار فقال: عن جد الوضع صار مثير للإشمئزاز، كمان لاحق للناس على الدخان، والله الوضع ما عاد يتحمل أكثر من هيك، يسقط محافظ حمص، يسقط يسقط يسقط. طبعا كثير من ردود الأفعال وردت على هذا الموضوع. وأيضا عندنا براء الشامي. براء الشامي قال: هي المادة ضروري جدا ترتفع ليصير الحصول عليها حلم، عسى أنه تخف من إيدين هالشباب، لأنه الاستهلاك حسب ما أرى شيء يفوق وصف الخيال. يمكن الناس قاعدة عم تتفشش بالدخان، فهو برأيه لا، أنه هذا الشيء منيح ولازم ترتفع الأسعار. فكان في خلال الساعات الماضية هل ردود الأفعال وموجد هالسخرية الكبيرة يلي انتشرت على السوشيال ميديا بخصوص موضوع ارتفاع سعر الدخان، يلي هو بيرافق ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية، وما بعرف لبعدين شو رح يرفعوا. بلشوا رح ترتفع البنزين بعدين الدخان، فالله يستر لبعدين شو رح يرتفع، إن شاء الله ما يرفعوا لهم سعر الهواء كمان عم يتنفسوا.